هاي المحجبة شو بده يطلع منها؟ صراحة فرطت ضحك، ضحكت على طريقة تفكيرهن، ضحكت قديش الأفق محدود عندهن، ضحكت قديش معاييرهن للنجاح كثير مسكرة. بس بنفس الوقت فكرت وكثير، ودايما كنت أحكي مع حالي إنه ليش اللباس الديني لليهوديات اللي هو طويل ومع غطى للراس محترم وخلص بتشوف هاي الأنثى بتعرف من لباسها إنها متدينة يهودية، وليش الراهبة مسموح تغطي شعرها؟ ليش عاملة النظافة بالمدارس الأهلية ممكن تكون محجبة والمعلمة ممنوع تكون محجبة؟ مش بس هيك، المتدينة من الأديان ولا حدا بيقرب على طرفها، إلا حجاب المسلمات بكل العالم بحاربه وبطريقة جنونية. مش بس أفراد ومؤسسات، أنت بتحكي عن حكومات تطلع وبتصرح وعلنا وبتقول كأنه شكفة القماش هاي على راس المسلمة بتشكل خطر، وشكفة القماش على راس الغير مسلمة عادي وحقها الديني. طيب ليش؟ ولا مرة لقيت جواب مقنع، بس داخليا أنا وياكو عن جد منعرف. المهم هاي جملة المحجب شو بده يطلع منها على قولته طبعا عملت كثير، وصدمته واللي عملته هاي المحجبة ما قدر هو نفسه يعمله، ورجع يطلب من هاي المحجبة إنه بده يوقع شغل معها وحصر كمان. قامت هاي المحجبة رفضته وأعطته درس إنه إذا مخك مش نظيف والأفق عندك ضيق تحكمش على الناس لمجرد إنك بتفكرش أبعد من خشومك، ولازم تعرف أنت وغيرك إنه الحجاب غطى للشعر مش للعقل. ومن تجربتي بقدم رسالة إنه كثير ناس شكلها وكلامها بوحي لإشي وداخلها إشي مناقض تماماً ومختلف عن كل الإشي اللي إحنا منشوفه. كانت معنا تجربة المخرجة الفنانة المتميزة بعدة أعمال، المخرجة فاطمة خطيب. سردت لنا قصتها بكل بساطة، قصتها وتجربتها تمثل العديد من النساء، نساء مجتمعنا المسلمات اللواتي يتعرض للمضايقات بسبب غطاء الرأس. فاطمة شاركتنا واحدة من التجارب، وجميعنا نعرف أن هنالك تجارب عديدة وقصص مؤلمة ومحزنة للنساء اللواتي يتحدين المواقف من أجل حجابهن. قصص تتمحور ما بين التعنيف الجسدي والكلامي، التمييز العنصري، الاستخفاف والاستهزاء. وبدوري أقول يساء فهمك بين الناس أحيانا فيخلقون لك الأوصاف ألوانا، فقد تكون ملاكا عند بعضهم وقد تكون بعين البعض شيطانا. طبائع الناس شتى ولن تطيق لهم بالفهم إمكانا، لا يغرك مدح لو أتوك به ولا يضرك ذم كيفما كان. لا يعرف النفس شخصا مثل صاحبها، فكن لنفسك في التقييم ميزانا. نراكم بتجربة جديدة وحكمة جديدة.